تظهر لنا في الجروب. إذا كنت واحد من الناس اللي صايمة ظهر لنا. أنا واحد صايم. ما ظهرت. أنت صايم؟ آه. يبقى تظهر. آه. اللي فاطر يختفي بقى على جنب. خلاص؟ فمين صايم ومين فاطر؟ ويقول لنا بيصوم كام ساعة كمان؟ آه بيصوم كام ساعة؟ وعلى العلم إحنا مش داخلين حرب في يعني في الصيام، الصيام حلو معتدل 16 18 17 ساعة 20 ساعة. فمين صايم يطلع لنا ومين فاطر برضو ما يطلعناش يتكلم، بس هطلع لكم كده لايف قصير في واعتدنا ان احنا نطلع في البيج، لكن المره دي طالعين في الهلسويه طالبين منكم حاجه واحده بس، الصفحه دي انا بقولها لكم اول مره احمد عبد الباري يطلبها منكم. احنا الهلسي ده هلسي لايف ستايل، عايزينه يكبر ويكبر 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 عشان نوصل ثقافتنا لملايين. انا طموحي بقى ايه؟ ملايين جمهوريه مصر العربيه كلها ملايين توصل ان شاء الله. ان شاء الله. انا عايز ثقافه التغذيه توصل للجميع ويفهموا يعني ايه كربوهيدرات، تفهموا يعني ايه بروتين، تفهموا يعني ايه دهون، تفهموا يعني ايه انترميتنت فاستنج الصيام المتقطع ازاي بنعمله. طالعين نقول لكم ادعمونا بالشير، ادعمونا بالكومنتات، ادعمونا بالشير الكتير واللايكات الكتير عشان فيسبوك يدعمنا. يعني الفيسبوك عشان احنا يا جماعه هننزل لكم كل شويه جديد، خلي بالكم طول ما انتم معانا ومتابعينا وتضيفوا اصدقائكم معانا انتوا هتشوفوا جديد مننا على طول. ده طلب مننا شخصي بجد. احنا لينك قناه اليوتيوب هنحطه في اسفل الديسكربشن عشان خاطر احنا ايه طالعين نتكلم حلقه كده عن الصيام المتقطع بمنتهى البساطه والسلاسه. انت جسم الانسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه لنا بمصدرين طاقه، مصدر مليان تانك سكر ومصدر مليان تانك دهون. استحاله جسمك يحرق من تانك الدهون اللي مختزن طول سنين حياتها من تناول سكريات طول ما تانك الجلوكوز فاضي مليان. لازم عشان انقل واحول سكينه الطاقه من تانك الجلوكوز الى تانك الدهون لازم يستلزم الامر ان انا انخفض بمستوى السكر في الدم. فبنبدا بنقول لكم انترميتنت فاستنج من الساعه رقم 12 صيام، مش 12 الظهر، 12 صيام الى الساعه رقم 16 صيام. هو التحويله اللي بتحصل في الجسم، الجسم بيبدا يفقد السكر في الدم ويبدا ينخفض مستوى السكر في الدم، فيبدا الجسم باحثا على مصدر طاقه عشان يقدر يكمل يعيش، لان الدهون دي كالفطاريه الاحتياطيه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا، ها، عشان تقوم لنا في اوقات الصيام تمد الجسم بالطاقه وتمده بالانرجي والباورفول. عايز اسالك سؤال بقى. اتفضل يا باشا. هو السؤال ده انا بساله بناء عن ناس كتير بتساله. دلوقتي انا صمت 16 ساعه او 18 ساعه، طبعا انا ما افطرتش. تمام. انا معايا فطار وغدا. ففترة الصيام المتقطع خلاص انا عارف انا بشرب ايه ومالي انا سكر وكل حاجه وتمام زي الفل، وبشرب المشروبات اللي هي مسموحه معايا وبشرب ميه كتير جدا. تمام. ولا مانع من قطرات الاملاح والملح الاملاحي وكل حاجه وباخد مكمل غذائي بتاعي وكل حاجه. لا، النقطه بقى عايز حضرتك توضحها لينا كلنا اللي هي ايه؟ انا دلوقتي ما فطرتش وده مع الغداء، اخش على الغداء على طول اخد الغداء بتاعي المسموح، اخش على الغداء على طول والغي دهون الفطار، ولا خلي بالك عشان السؤال ده اتسالني امبارح يا دكتور. يعني عايش على وان ميل، هو عايز يقول لك هات يضيف، عايش على وجبه واحده كده، هيبقى وجبه واحده خلاص، ياخد الدهون بتاعت الصبح. ايوه، بس كان السؤال ده اتسالني، هيحطها في الغداء هيلغي 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 طاقه الدهون خلاص بتاعت واحده، يعني هياخد دهون الفطار بس ويزود في كميه البروتين، يعني ما ياخدش دهون الغداء، ما ياخدش بقى، ما هو مش هياخد الدهون، مش هبل دهون اصلا يا محمد. هو أيوة، مش هبل دهون يعني، لكن هو كميه البروتين خدها عشان ما يصابش بالخمول والدهون. البروتين مفيش مشكله، لكن الدهون ياخد، يعني ياخد عشان الناس فاهمها، بس ياخد حاجه واحده بس يا جماعه، ما حدش يجمع يقول لك انا ايه صايم 16 ساعه او 24 ساعه وهاخد الدهون بتاعه الفطار مع دهون الغداء. ما هو يقول لك انا صايم والدكتور مديني مثلا الدهون دي كلها. ايوه صح. يقول لك هل انا ما اخدش الدهون دي؟ لا. فخلي بالكم يا جماعه من النقطه دي عشان النقطه دي مهمه جدا. هو يلغي طاقه الدهون، مفيش كلام على واحد مش اول اسبوع يعني في الدايت ولا الكلام ده. ثم هنا في البيج هنا مش بندعم نظام واحد بس. أيوة. دي نقطه مهمه جدا. دي النقطه الاهم. بندعم جميع الانظمه طالما في الهيلسي. طالما في الهيلسي، انت لو انت واحد عايز كيتو دايت احنا تحت امرك نفهمك الكيتو دايت، عايز لو كارب دايت احنا برضو تحت امرك احنا هنفهمك اللو كارب دايت، حضرتك عايز هرم غذائي هتمشي بهرم غذائي اللي انت عايزه، بس لازم تبقى انت فاهم جسمك والدايت يكون مناسب لسنك وجسمك وعمرك وحالتك الصحيه.
دي نقطة مهمة جدا، ما نتغشمش في الدايت ولا نكتب دايتات كده عامة. طلب منكو، انا بطلبه منكو ومحمد بيطلبه منكو ودايما بيطلبه منكو، واحنا عايزين شير عالي جدا جدا جدا، دعمونا، عايزين الفيديو ده يحصل يوصل له يعني 100,000 شير بس مش اكتر، عشان احنا عايزين حابين الناس كلها، عايزين نفهمكم بجد، وعايزين يبقى الهيلثي لايف ستايل، ملايين معانا في الهيلثي لايف ستايل، اوبن مايند مفتوح، ما هوش منغلق على شغل عيادات ولا الكلام ده، هنا مفتوح للجميع، وفي جميع سلسلة حلقاتنا على اليوتيوب، لينك قناة اليوتيوب، لو انت عايز تبحث اكتب قناة دكتور احمد عبد الباري، لو انت عايز اللينك هنحطه لك اسفل الديسكريبشن، برجاء الدعم وبرجاء الشير، عشان خاطر ده شركه هو، دعمكم هو اللي هيخلينا نوصل لكاتيجوريز معينة وفئة معينة من الناس تفهمنا وتستوعب، ويبقى في ميزان حسنات الجميع ان شاء الله. في حاجه هنا يا دكتور ان شاء الله باذن الله، عايزين برضو نقول للناس يعني ايه وهم معانا كده، شجعوا بعض يا جماعه، الناس اللي بتنزل صورها دي بتشجع غيرها، بتشجع غيرك انه يخس صورتك اللي شباك شجع اندر سكور تتشجع، اكتبوا الهاشتاج صح، شباك شجع اندر سكور تتشجع، مفيش سبيس. ونشجع بعض كلنا كده يا جماعه بصورنا وبتجاربنا وبالنماذج اللي احنا وبالتجربة اللي احنا مررنا بيها كلنا، وكل واحد يحكي عادي اللي بيقول، مفيش مشكلة، المهم ان احنا ندعم بعضنا، عايزين نساعد بعض، لازم نساعد بعض، عايزين دعم. شوف احنا جروب وصلنا في خلال اسبوع 2800، يعني داخلين في 3000، ده بفضل من عندكم، بعد ربنا ربنا الاول، بعد كده كلهم اصدقاء وكلهم ناس جميلة، ناس محترمة بصراحة، وبصراحة يعني ناس احنا بنشوفها احنا مبسوطين والله، بنشوفكم كتير معانا يعني. محمد انا بفرح لما حد بيوقفني يقول انا بخس معاك على قناه اليوتيوب ايا كان، فهي دي ان شاء الله حاجه منكم، طالعين نقول لكم يا جماعه ادعموا الشير، افتحوا الشير، اعملوا كومنتات كتير، الناس بتحب تشوف صور قبل وبعد، شجعوا غيركم، في ناس بتحب تشوف صور يقول لك انا بحب عشان ياخد، وفي ناس بتحب تسمع حكايات، يعني انت تحكي نوع النظام بتاعك حتى لو كان هرم غذائي، احكيه احنا نستفاد منك. والله يا دكتور انا حتى اللايفات اللي كنت بعملها وانا بعمل الماراثون بتاعي كل يوم الصبح، انا كنت بنزل كل يوم الصبح والله امشي لا يقل عن ساعه، يعني اقل حاجه ساعه، كنت ممكن اوصل ساعه ونص ساعتين، كل ده كان تشجيع، انا حابب الناس تتشجع والناس كلها تخس، والناس يعني لازم ندعم بعض، لازم كلنا كده نبقى حاطين ايدينا في بعض، بكره ان شاء الله نساعد بعض. فكري مستنيك بكره في الماراثون باذن الله. معانا دلوقتي وبسمه تنزل تنزلي، ما جيتيش امبارح بس هتيجي بكره ان شاء الله. ومين كمان معانا على اللايف؟ كل يا جماعه بكره الساعه 8 قدام كوبري ستانلي، الدعوه عامه مش مقتصره على الناس اللي انا بيجوا لنا، بس كل اللي عايز يحضر يا جماعه بيجي عياده، ما بيجيش الجروب ده يا جماعه. حتى انا هحكي لكم في حلقه خاصه انا ازاي بطلت سجاير، الجروب ده معمول للجميع، الجروب ده للجميع مش على انفراديه، مدير الادمن قائم على الادمن طبعا، راس الادمن في الجروب ده هو زياد علي ومحمد برهومي، وانا مادمن من بعيد لبعيد كده اهوت، ومحمد برضه اهم حاجه احنا عايزين نشجع بعض، هنشجع بعض خلاص، انتوا جماعه يعني تعتبروا معانا عشان كلنا احنا مقومين الجروب ده بعد فضل الله سبحانه وتعالى، كلنا طالبوا منكم الشير والدعم، وانه كنتوا تبتدوا، اللي ما ابتدش دايت يبدا الدايت، يفهم ايه الدايت اللي هو عايز يمشي بيه ويمشي بيه، ويشوف حالته الصحيه ويشوف الدايت المناسب ليه ويبارك على الله. عايز تقول حاجه ثانيه محمد قبل ما اقفل؟ المهم عشان طولت على الناس، اللي يوصل في الاخر اهم حاجه الاستمراريه، ولازم تستمر وما تزهقش، وخلي نفسك طويل عشان تقدر في الاخر توصل للي انت عايزه باذن الله. باذن الله ربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.